يقول الشاعر: يا ويل حتى شلعش عقب سالم، يومه يولع تالي الليل في نيار. سالم رحمة الله عليه، كلام هذا قبل 100 و150 سنة في المدينة المنورة في منطقة العيون. كان بيته بشمال المدينة المنورة بمنطقة العيون، وكان سالم بن غلابة المشيطي المحمدي من ولد محمد من حرب من المدينة المنورة، كان يحط له يولع الفانوس في عمود قدام بيت الشعر، بيت كبير بانيه للطرقية أيام الجوع أيام الفاقة أيام القل، ويحط التمر الله يرحمهم ينزل الفردوس الأعلى من الجنة بالأحساب والأساب قد عذاب، يحط التمر والحليب والماء ويدخل في شق له في بيت ثاني ما هو بعيد عن بيت الشعر، يخلي الناس يأخذون راحتهم يجون على ضوء اللي من توالي تبوك والحجاج والقوافل، يجون اللي يجون من الشمال قوافل وحجاج ومنطقة تبوك واللي حواليها، يجون منطقة تبوك واللي حواليها يجون على ضوء الفانوس هذا. ومن ضمن القصص من اثنين من جماعتنا من حرب، واحد منهم غدا بهضمة، كلهم غدا بهضمة، سمير واحد يبي يموت ويصبر أخويه يقول أصبر أصبر للحين نشوف فانوس ابن غلاب، دحين يبان فانوس ابن غلاب، عود آخر شيء طاح خويه ما عاد يقدر، شال على جنب لين وصل بيت ابن غلاب وانقذه ولحقه والخير وعينه كل خير الله يرحم يسامحه. فكان يحط التمر ويحط الماء ويحط الحليب والخير، يوم يصبح الصبح من 30-40 رجال و ايش اسمها حريم ورعانهم وشياب وعجز اللي جايين للمدينة واللي جايين لهم لازم واللي جايين لبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ختب الجنة رحمة الله عليه وختب العلم الصالح إن شاء الله تعالى يوصل لحد الآن. فالبيت رثاه واحد من جماعته قال: يا ويل هتا سلعشة عقب سالم، يقول: يا ويل هتا سلعشة عقب سالم، يومه يولع تالي الليل في نيار. المؤلم أن القصيدة كاملة راحت ما بقي إلا البيت هذا، ولكنه معرف لها، فإن شاء الله تعالى نقول نلقى القصيدة ذي عند أحد الرواة أو أحد المستمعين منكم الأفاضل مهتم بالقصص القديمة وبالناس الطيبين الغانمين مثل سالم بن غلاب المحمدي رحمة الله عليه. أنا صلى الله خواطركم، وإن شاء الله تعالى نلقى القصيدة كاملة ونجيبها لكم بحول الله، أو أسعفتونا أنتم وجبتوها لنا، استودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين. اليوم الأحد 8 ربيع الأول، نقف في هذا المكان لتوثيق قصة تاريخية مشتهرة في هذه المنطقة. نحن الآن في منطقة العيون في خيف المقبولية. الآن خيف المقبولية يقع شمال غرب جبل أحد، هذا هو جبل أحد الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا خيف المقبولية من أكبر الخيوف في المدينة المنورة. ونرغب في توثيق قصة متداولة، وهي قصة الشيخ سالم بن غلاب المشيطي رحمة الله عليه، الذي كان له نخيل في هذا المكان الذي نقف فيه، وحيث أني أحد أحفاده فقد طلب مني أن أوثق القصة في مكانها التاريخي. الشيخ سالم بن غلاب المشيطي رحمة الله عليه كان يبني بيته في هذا المكان في طرف مزرعته، وكان يبني بيت كبير للضيوف تقريبا في هذا المكان، ويضع عمود طويل ويعلق فيه فانوس. هذه القصة قبل أكثر من 120 عام، وكانت الفوانيس في ذلك الزمان نادرة، حتى يراه الضيف والمسافر وعابر السبيل من كان بعيد، فقد كانت هذه المناطق والمناطق التي حولها خالية، فإذا أتى الضيف في الظلام يرى النور من بعيد فيهتدي إليه، حتى إذا وصل وجد الماء ووجد الزاد ووجد القهوة، ويكون هناك عامل في هذا المكان لخدمته فيأكل ويشرب ويتناول القهوة، ثم إذا أراد بات فأصبح فأكرمه الشيخ سالم أو بقى عنده، أو قد يذهب ولا يعلم عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المكرمة خير لكثير من الناس، فقد كان المسافر وعابر السبيل يأتي من بعيد يخاف من الذئاب ويخاف من الطريق ويخاف من مخاوف كثيرة، وبعضهم أيضا
حتى يهلكها الجوع. فوجود مثل هذا المكان الذي يستقبل فيها الضيوف الشيخ سالم وغيره، ففضل الله سبحانه وتعالى جعل الله في نجاه لكثير من الناس. وكذلك كان الشيخ سالم توجد عندها الفداوية، والفداوية هم عابر السبيل الذي تنقطع بها السبل ويجلس أحيانا لا يستطيع السفر لأشهر أو حتى أحيانا بعضهم لسنوات، فيجلس عند الشيخ سالم. والإنسان بعضهم كبير في السن لا يجد من يخدمه أو مقطوع أو مريض، فكان يتجمع عند كثير من الناس يطعمهم لوجه الله ويسقيهم ويكرمهم، بعضهم حتى يستمر عنده حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. اشتهرت هذه القصة وغيرها للشيخ سالم بن غلاب رحمة الله عليه من القصص. وعندما توفي رحمة الله عليه قيلت فيه قصائد، ومنها قصيدة مشهورة متداولة: يا ويل حتى شلعشع عقب سالم، يا من يولع له على الدار في نيار، إذا فلف للبيت والكل والم الزاد والماء وخالطه بن وبهار. قصيدة اشتهرت وثبت منها هذه البيتين. نحن الآن في هذا المكان، هذا مكان نخيل الشيخ سالم بن غلاب رحمة الله عليه، وهذا موقع عند هذه الشجرة تقريبا. الهدف من توثيق هذه القصة لأننا نريد أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا أن خصلة الكرم وإقراء الضيف هي من الخصل الراسخة في الأخلاق الإسلامية، وهي موجودة ولها الحمد في جميع القبائل وفي جميع الأسر وفي جميع الشعوب، وهي خصلة من خصال المسلمين والمؤمنين. ففي الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف في العرف ليس ما هو معترف عليه الآن الذي يتعرف عليه بعض الناس أنه من تعرفه ويزورك هو ضيف حق، ولكن كان الضيف هو كل من يأتيك إلى دارك قد تعرفه وقد لا تعرفه. وكان من العادات أن لا تسأل حتى عن اسمه وعن غرضه، فيقدم له الزاد ويقدم له الماء ويساعد لوجه الله سبحانه وتعالى. كانت هذه حقوق متوارثة عند المسلمين، حيث لم تكن هناك فنادق ولا أماكن، ومن لم يجد من يقريه أحيانا قد يهلك من الجوع، أو حتى يهلك بأن يظل الطريق، أو يهلك من الذئاب، أو يهلك من قطاع الطرق. فكان إكرام الضيف واستقباله من عادات المسلمين المتوارثة. رحمة الله على الشيخ سالم بن غلاب المشيط رحمة واسعة، توفى رحمة الله عليه قبل سنوات طويلة. نريد أن نذكر كذلك أن الشيخ سالم من الشيوخ المشهورين ومن العقدة المعروفين، ووالده غلاب ابن نافر رحمة الله عليه له عقد مشهور، وأخوه غانم وغالب بن غلاب لهم عقد مشهور ولهم قصص مشهورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويغفر لجميع موتى المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كان الشيخ سالم بن غلاب المشيطي رحمه الله من المؤيدين لدولة التوحيد، وكانت بينه وبين الملك عبد العزيز مكاتبات، وهذه الوثيقة التاريخية التي مر عليها أكثر من 100 عام موجودة عند أحفاد الشيخ سالم، وهي من الملك عبد العزيز إلى الشيخ سالم رحمه الله أجمعين، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم سالم بن غلاب سلمه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخط المكرم وصل، وما عرفت كان معلوم، وهذا هو الظن فيكم. نرجو أن الله يوفقنا وإياكم للخير، وحنا إن شاء الله على ما تظنون وأزود بحول الله وقوته. وباقي الجواب في رأس محمد بن مفرح.